رحلة الشمس كانت من أحسن الرحلات ومن أحسن الذكريات اللي في الحياة ديالي. أول واحد اللي عملها في العالم هو أنا ومحمد سعد جبير. الناقص ولا شي حاجه لا والو. الناقص كيكون في العقل عند الواحد. ديما كنقول انا هاد الهضره وكنعرف كنقولها، اللي عنده شي ناقص عنده في عقله. المعاقين قادرين على اي حاجه في الدنيا، راه قادر يمشي للعالم يبقى غير ماشي. كيبقاو الذكريات، الذكريات ما يتنساوش، عمره ما يتنساو. وهذا واحد الانجاز في الحياه ديالي اللي كنفتخر انا براسي، وكنفتخر براسي انني مغربي وولد هذه المدينه، ولد مدينه طنجه. يعني كنعيش واحد الاجواء واعره بصح بزاف بزاف. يعني تو نهار الانسان نهار اللي كيكون غادي يتفارق، والله الا بنادم كيبكي، والله الا بقيت كنكوزو ديك الايام مع بعضيتنا. واللي ما عمره غادي تنسالي صراحة الله هي نهار كنا قربنا باش غادي نسالي وغادي ندخلوا للصين وتسالتنا الفيزا. معكم لاعب كرة السلة محمد سعد جباري، ولاعب كرة المضرب، وكنستعمل الدراجات الهوائية المسافة الطويلة، واللي أنني كنمارس هذه الرياضة ديال مدة 15 سنة. هذه أنا كنستعمل هذه الرياضة ديال كرة السلة وكرة المضرب والدراجة الهوائية اللي هذه واحد المدة قصيرة يعني ديال 4 سنين. والحمد لله كانت 4 سنين وكانت حافلة بالألقاب، الحمد لله ربي يسرنا فيها بزاف ديال الحاجات، منهم اللي راه غنية عن التعريف ومعروفة، راه العالم كيعرفها ديال رحلة الشمس اللي كانت غنية عن التعريف. وكنا سبقنا الحمد لله عملنا رحلات في المغرب يعني باش ما ننساوهمش، ماشي غير رحلة الشمس. والحمد لله فزت بعد باش نرجعوا لبداية الألقاب ديالي، فزت مع نادي أبناء البوغاز بعدة ألقاب، نادي الهناء الرياضي سابقا ونادي أبناء البوغاز حاليا، وفزت معاه بزاف ديال الألقاب، يعني كأس العرش، بطولة يعني بدوريات بارا أولمبية. كانوا يعني كانت صراحة الله 15 سنة كانت حافلة بالألقاب. يعني الإنسان كل واحد كيتمنى، الإنسان ملي مثلا غادي يسالي المسيره ديالو كيخلي الحياه ديالو فيها يعني يخلي واحد الذكريات واحد الانجازات. نعم، والحمد لله اللي كانت من احسن الانجازات ديالي يعني هي من دائما اللي كانت من احسن الانجازات كانت 2017، كنا فزنا ببطولات ديال كره السله، كاس العرش، العاب بارا اولمبيه، شاركنا في بطولات بغرب اسيا في الاردن، وكنا لعبنا وتاهلنا مقابله النهائيه وخسرنا بواحد النقطه. ولكن ماشي مهم تخسر، اللي مهم انك تشارك وتمثل البلاد ديالك احسن تمثيل. وصراحه صراحه الله كيفاش غادي نقول لك، كيبقاو الذكريات، الذكريات ما يتنساوش، عمره ما يتنساو. وهذا واحد الانجاز في الحياه ديالي اللي كنفتخر انا براسي، وكنفتخر براسي انني مغربي وولد هذه المدينه، ولد مدينه طنجه. صراحه الله كانت الفكره ديالي مقدم شحال هادي، انا كنت كنتمنى تكون عندي الدراجه يعني هذه الهوائيه، وما كتبش الله يعني بزاف كتبغي تدبرها، ولكن ما عرفتش كيفاش غادي توصل لها. ولكن هي ملي كتجي تفكر دابا كان داك الشيء ساهل، غير الانسان ما كيعرفش كيفاش يدخل ويخرج المسائل اللي بغي يوصل لها. كان واحد الصديق ديالي اللي هو محمد النقراو، كيلعب في ديار بلجيكية باسكيت، حتى هو لاعب محترف تبارك الله. والصديق ديالي هو اللي كان السبب ديالي في هذا الشيء ديال الدراجة، هو اللي زاد زعمني. كانت أول مرة اللي غنشارك أنا، كانت مشاركة ديال قول من الخميسات في قافلة المواطنة، يمكن شي 1100 وشي حاجة 1160 يمكن كانت هذا. وهاد قافلة المواطنة كان كينظمها واحد السيد، سي رشيد الياسيني، الله يرحمه مسكين توفى ماشي بزاف بكورونا، الله يدخل ليه الرحمه والمغفره. وصراحه الله كانت هذه قافله المواطن كانت كتجمع
الناس ديال جميع المغاربه، المغرب وكل اللي على برا يعني اللي بغى يشارك معنا. وصراحه الله كان واحد التفاهم بين الدراري المغرب كاملين، يعني كنعيشوا واحد الاجواء واعره بصح بزاف بزاف. يعني تو نهار الانسان نهار اللي كيكون غادي يتفارق والله الا بنادم كيبكي والله الا بقيو كنكوزوا ديك الايام مع بعضيتنا، وكتكوز يوميا من الصباح حتى الليل مع بعضيتنا. ماشي الانسان هو شابر غير الطريق في الصباح وديع يا رتاع، المهم يعني يوميا ديك التمارين، ولكن كتكون حلوه يعني الانسان كيضحك مع بعضه، كتكون ايام زينه وتعرفنا مع ناس وبزاف الاصدقاء اللي باقي لحد الان عندنا معهم العلاقه الحمد لله. صراحه الله بقى عندنا العلاقه مع الناس بزاف بزاف. وكانت هذه كانت المشاركه ديالي الاولى في 2016 2017، كانت كنت شاركت في هذه ديال 2017 عملنا العيون الرباط، عاود كانت مشاركة واعرة صراحة الله غزالة. وكانوا مشاركين معنا من المسار والسعودية، كانوا بعض الأصدقاء اللي صراحة الله باقي كانت واصل معهم صراحة الله وديما على اتصال، وجازت عاود واحد المدة صراحة الله يعني ما تنساش الذكريات واعرة. وإن شاء الله احنا إن شاء الله كنفكر ان شاء الله كنفكر حنا نبداو نحيوا هاد قافله المواطنه. ماشي واحد الانسان مثلا الراشد رحمه الله مات يعني صافي غادي تموت هاد القافله. وكنتمنى من الله ان شاء الله، انا عندي واحد ان شاء الله واحد طموح واحد فكره باش انني غادي هاد قافله المواطنه عن نحيوها وتكون انطلاقه ديالها. علاش ما تكونش من طنجه ان شاء الله الا كتب الله. رحله الشمس كانت من احسن الرحلات ومن احسن الذكريات اللي في الحياه ديالي، ومن الحياه اي انسان اللي غادي يتمنى باش يعملها. وكانت كيفاش غادي نقول لك من احسن الذكريات ومن اصعب الذكريات بجوج، لان كانت صعوبات يعني كانت صعيبه صعيبه بزاف. وفي نفس الوقت انا ما كانتش عندي فكره ديال انني غادي نمشي حتى للصين صراحه الله، ما كانتش عندي فكره. انطلاقه كانت من القصبه حدا برج حدا الدرع ديال البطوطه، من تما كانت انطلاقه رسميه، ولكن هودنا اللي كانت انطلاقه رسميه مساحه الامم. تما راه تلاقينا الاصدقاء ديالنا والعائله ديالي والدراري الحومه، المهم كلشي تلاقينا تما. كانت واحد انطلاقه اش غادي نقول لك صراحه الله كانت غزاله ومؤثره صراحه الله. من طنجه حتى للصين صراحه ركبنا من هنايا مساحه الامم، المهم الانسان ودعنا عائلتنا، لان الانسان شوف واش يرجع ولا ما يرجعش. عندنا الصعوبات انا راه ما كتعرفش شنو غادي يوقع لك في الطريق، شنو غادي يكون. الانسان ما كيبقى ماشي في اليد الله سبحانه وتعالى. المهم شبرنا الطريق من ساحه الامم، ساحه الامم عودنا بحالنا المرسى، تما شبرنا باطو من سيت من فرنسا، من سيت شبرنا الطريق كنا انا ويوسف شبرنا الطريق نليون، لان مليون كانت انطلاقه، كنتذكر نهار العيد الصغير، نهار العيد الصغير بالضبط. وانطلاقه الرسميه كانت من شيمونيكس جبال الألب، كانت تما الانطلاقه الرسميه. وقبل ما نهضروا على الانطلاقه الرسميه وقعت واحد القضيه غريبه شويه سبحان الله. يلا نزلنا من الباطو، نزلنا بباركو زدنا هيدا، المهم زدنا شويه شو حماد مسافه قصيره هيدا، شويه الرويده كتمشي لنا كتنفس طرطقت. زيدنا عاود واحد شويه عاود طرطقت، المهم غادي نقول لك شي 8 مرات واحد تماره كانت كبيره صراحه الله، كانت واحد تماره كبيره كبيره كبيره. هي صراحه الله مشاكل من البدايه حتى النهايه كامله، يعني واخا ما يكونش مشاكل بيكالا كيكون مشاكل مثلا الانسان مع نفسه مريض، لان يعني الضغط عليك الصيف بحال اليوم بحال غدا بحال بعده بحال هذه، يعني يوميا ديك التماره تبعك وكتفكر. ولكن اللي كان كيعجبني انا في هذه الرحله كنت واخا كان يعني كيفاش غادي نقول لك اليوم مثلا كنت عصب ونمرت النعاس في الزنقه والخلاوه هذيك، ولكن كنفكر غدا غادي يكون مبدل، يعني اما غادي يكون مكفس يا اما غادي يكون مزيان. والحمد لله صراحه الله جازت مزيان وفي نفس الوقت جازت صعيبه. كما قلنا انطلاقه كانت من المغرب، دوزنا عند فرنسا، سويسرا، ايطاليا، سلوفينيا، كرواتيا، صربيا، بلغاريا، تركيا، جورجيا، اذربيجان، كازاخستان، تشينا اللي كانت مسافه طويله تبارك الله، لان يعني حنايا بعض الدول كنا غادي نكوزو بعض الدول، ولكن ما توفرناش على الفيزا لان
كانوا شويه ديال العراق شويه، ولكن الحمد لله تجاوزناهم. واش غادي نقول لك، هي كل دوله كتبقى الذكريات ديالها راسخه في العقل ديالك كامله. ولكن صراحه مناظر يعني اوروبا كامله، ولكن من ناحيه ديال المعامله كازاخستان لا صراحة الله، الناس تبارك الله الناس طيبين، الناس واحد معاملة ما نقدرش نوصف لك كيفاش عامل. اما اللي كيوقف عليك كيعطيك شي حاجه تاكلها، الدلاح مثلا شحال من واحد كتوقف كتاكل كيعمل لك مثلا مسلماني كتقول له ليه كذا، الحمد لله مازال كتاكل على الساعه ما كيبغيش يتخلص. وكيف تركيا، في تركيا عاود صراحه الله الناس طيبين. واللي كان واحد الصديق مراد راه تركي، دراج سابق في تركيا، راه يمكن عنده شي سمية الألقاب ديال في تركيا ديال الدراجات يعني معروف بزاف. وصراحة الله كان عملنا أحسن استقبال وجبرنا أحسن فندق في وسط إسطنبول قريب من مسجد آيا صوفيا. صراحة الله هذاك الإنسان ما عمري ننسى هذاك صراحة الله. وصراحة الله الناس تركيا كاملين، ناس تركيا كاملين ناس طيبين. اللي مزيانة كنا كنتلاقاو مع الناس مزيانين كيتعاملوا معاك مزيان. اللي كان اللي مزيان هو هاد الناس كاملين، مثلا غادي يتلقاك كشخص كيتلقاك كشخص، ما كيشوفكش كمسلم كيهودي كمسيحي المهم ما كيشوفكش، كيشوفك كإنسان. وما كاينش اللي قرب لك ولا اللي غيرك، ما كاين حتى شي واحد اللي قرب من الطريق ديالك. ومثلا الحاجات اللي صعابين كل شيء كان صعيب، لان فيما طاح عليك الليل طلق الخيمه ونحس مع راسك. واللي ما عمره غادي تنسى لي صراحه الله هي نهار كنا قربنا باش غادي نسالي وغادي ندخلوا للصين وتسالتنا الفيزا، احنا فرحانين داخلين كازاخستان انا نصين، كنا في قربنا باش غادي ندخلوا كورغوس في تشينا. ايوا المهم احنا فرحانين دخلونا نديو انا تما كي جوز تاع سوي كيقول لك راه فيزا مساليه يلا معنا. وكنا دوزنا جوزنا في المحكمه، خلصنا واحد الغرامه. وصراحه له واحد السيد، واحد السعودي، واحد السيد عبد الله مشكور من هذا المنبر هذا اللي كان وقف معنا، وكان وجدتنا الفيزا صراحه الله في ساعد ما يعني في النهار وجدت فيزا دوزنا. هي من خصك دوز 100 يوم ما تفوتش 100 يوم، لان حنا عملنا يمكن 97 يوم، لان الا فوت 100 يوم صافي كتسمى 90 يوم متواجد. حنا راه وقفنا بزاف، حنا راه وقعوا لنا بزاف العراقيل، بزاف صراحه الله تعطلنا بزاف، ولكن الحمد لله تجاوبناهم. الحمد لله بالصبر، الانسان بالصبر كيقول كل شيء، والانسان بالصبر وفضل الله سبحانه وتعالى. راه شي حاجه اللي يقول لك شي حاجه لا بقوه ديك الشيء راه ما كاين حتى شي حاجه، راه والله الى ربي وفق لك غادي تمشي صافي، والى حفظك الله غادي يحفظك وصافي. وصراحة الله لا هذه صراحة الله ما عمرها جات من بال ديالي ناحيه الناقص ولا شي حاجه، لا والو. النقص كيكون في العقل عند الواحد، ديما كنقول انا هذه الهضره وكنبقى نقولها، اللي عنده شي نقص عنده في عقله. بالعكس الناس كانوا في اوروبا في اسيا يعني كلشي كيبقى يشوف فيك، كيفاش هاد السيد هذا مسجين ما ينتلاين وغيب يدو كيضرب مع هاد السيد. وزيدك راه اول واحد اللي عملها في العالم هو انا، هو محمد سعد جباري. وكنتمنى من الله انه يكون شخص اخر ان شاء الله مستقبلا، يعني باش تاوي الا مشى محمد سعد جباري يكونوا اشخاص اخرين، ماشي غير يعني غير انا اللي كاين. وكنتمنى من الله الشباب كاملين يبقاو يفكروا، هيدا كاين بزاف ديال المعاقين يعني كيف غنقولها لك مباشره، كاين بحال اللي ما كيرضاوش، فهمتيني؟ هي عادي وقدر الله، الانسان يعيش الحياه ديالو، عيش حياتك، راه انت قادر تعمل شي انجازات اللي ما يقدش عليهم شي واحد اخر. الانسان ما خصوش ينقي عقله مثلا عندك اعاقه جسديه، هذيك واحد الحاجه جات من عند الله، الحاجه اللي كتجي من عند الله مرحبا بها. الانسان يفكر ديما في المستقبل. صراحه الله كان واحد استقبال يعني كيفاش غادي نقول لك، استقبال كبير كبير بزاف، غير من العائله ديالنا ومن الاصدقاء ديالنا اللي كنعرفوهم واللي ما كنعرفوهمش. الصراحه الله كنا كنتمنوا من الله يكونوا مسؤولين، يكون اعلام كبير يعني باش كيفاش غادي نقول لك، باش يسلطوا الضوء على هذه الرحله هذه، لان هذه ماشي رحله عاديه ديال مثلا 1000 كيلومتر ولا، هذه الرحله ديال 14000 كيلومتر.
14000 كيلومتر فيها العادب، فيها تنعس في الغابة، تنعس في الخلا، تنعس في البحر، طيح عليك الشتاء، العاصفة رملية، هاوما رملية. حنا دوزنا هي كاينه، انا عامل اللايف اللي بغى يشوف في الفيسبوك ديالي ديال محمد سعيد جبالي، هو كاين تما، راه كلشي غادي يشوف كاين. دوزنا الشتاء تبارك الله، كلشي اللي قلت دوزنا المارت، لان هذه 97 يا هذه 97 يا 100 يوم حنا غادي نقولوا. علاش انا غادي نقول لك المارت وكل شيء؟ لان انت مثلا كتمشي غير شي مدينه في المغرب ديالك كيتبدل عليك الجو. تصور ما انت كتمشي لدوله، وكل دوله كتمشي لمدينه مدينه مدينه مدينه، راه الانسان راه غادي يتسكر فيها، راه ماشي غير تمرض. كما قلنا قبيلاتو كنقولوها، الله سبحانه وتعالى هو اللي كيحفظك. وثاني حاجه الماكله كتبدل عليك، ما كتبقاش تاكل ديك الماكله، يعني انت موالف كتاكل في الدار ديالكم ولا بلادك، عارف شنو كتاكل بلاد اخرى، ما تاكلش اللي باغي انت. بحال دابا انا غادي نقول لك مثلا، انا في التشينا شارت باكيتي والروز، يعني ما عندك ما تاكل، شنو غادي تاكل؟ يعني عندهم ديك الشيء ماكله، ولكن صراحه الله الماكله اللي كانت مزيانه بزاف هي في تركيا. تركيا صراحة الله مكلة الخير موجود تبارك الله. صراحة الله الرحلة هذه إن شاء الله كنستعد لها، غادي تكون إن شاء الله غادي كنفكر نعملها عن طريق أوروبا، ربما إن شاء الله إلى ربي وفقنا نوصلوا حتى لآسيا. نقدر نمشي على فرنسا، سويسرا، دوست منا إيطاليا، لأن عندي الغرض نمشي يمكن إما على النمسا، على اليونان، الدول اللي ما مشيت لهمش أنا، يمكن النمسا حيت باغي نوصل حتى بوسنان. ونزيدو أنا باغي نعمل هذه الرحلة باش الإنسان غادي يشوف مثلا هذاك الشخص المعاق، ما تبقاش عنده ديك النظرة، راه المعاقين قادرين على أي حاجة في الدنيا، راه قادر يمشي للعالم يبقى غير ماشي، لأن قادرين على أي حاجة، راه حتى شي حاجة ما كتوقف في الطريق. لي يقول لك شي حاجه صعيبه، ما كاينش شي حاجه صعيبه، بنادم هو اللي كيصعب هاد القضيه هذه، ما كاين حتى شي حاجه، ما كيكذبش عليك شي واحد يقول لك لا صعيبه، لا توكل على الله، قول بسم الله وانت ناعس في الدار ديالك وخصك تعمل الحاجه. لا صح، الانسان خصو يتوكل على الله باش ربي كييسر الامور ديالو. انا كنفكر في هذه الرحله، واللي الرحله ان شاء الله غادي تكون، والوجهه ان شاء الله غادي تكون، خليوها مفاجاه ان شاء الله. انت اول واحد اللي دابا قلت لك، اول موقع اللي كيحصل لي، انا بدي شرف كبير باش انك تكونوا معايا، وموقع طنجاوه والاصدقاء ديالنا كاملين والمشاهدين ديالنا كاملين. وان شاء الله كنوعدكم ان شاء الله غادي تكون رحله ان شاء الله معتبر مفاجاه ان شاء الله. واللي الرحله ان شاء الله عطيتها تحت شعار مملين، ما غاديش نقولوا، ولكن تحت شعار على خطى ابن بطوطه. الرحله راه كتدي مصاريف كبيره، مصاريف يعني حنا دابا مثلا الرحله للصين غتكون داتنا 21 مليون. نعم، والرحله والو والو، خصك تكون عندك واحد 15 ملايين في جيمك، لان خصك ملي كتسالي عاود ترجع. وانت مثلا غادي تمشي تمثل بلادك، راه ما غاديش تمشي تمثل بلادك وانت مهموم في الطريق، لا خصك تمشي تمثلها، تجي معامر الله يرضى عليك وكيشي في يدك. علاش كتمشي واكل احسن ماكله واحسن نعاس؟ النعاس جيبه مثلا، تنعس اوطيل، تنعس في الزنقه ماشي مشكل، ولكن انت كتمشي تمثل بلادك احسن تمثيل، ولكن المسؤولين ديال بلادك حتى واحد ما كيشوف فيك. مثلا غير النهار اللي حنايا اللي جينا لهنايا طنجة، حتى واحد ما شاف فينا، حتى شي مسؤول. كنا كنتمنوا من الله شي واحد، شي مسؤول اللي يجي ويسقسي فينا الاعلام، حتى شي واحد اللي كان مشكور من هذا المنبر هذا، نوفل العوام ديال اخبار الناس، استضفنا في الحلقه ديالو، صراحه الله هذاك السيد مشكور من هذا المنبر هذا، هو اللي استضفنا. يعني حنا كنا كنتمنى، والسي محمد الصمادي اللي غني عن التعريف ديال اذاعه طنجه، كنتمنوا من الله يكون مزيان، وتحيه للسي محمد من هذا المنبر هذا. هادو هما الناس اللي يعني بعض الناس اللي كتغير على البلاد وكتسقسي وتعطيك فرصه باش انك تهضر، ولكن هاد المسؤوليه حنا اللي كنطلبوا دابا من الله. هاد الناس هادو يشوفوا راه هاد السيد راه كيمشي ما يفكروش انني مثلا غادي نمشي نتسارى، وراه ما كيفكروش هاد الانسان راه غادي كيمشي غادي يغامر في الحياه ديالو. راه الالاف ديال الرمايه كيجوزوا حدا الظهر ديالك، الالاف ديال الطوموبيلات كيجوزوا قدامك، وكتمشي وكتنعس في الخلا. حنا عارفين ديك الخلا شني كاين فيه، حنا عارفين ديك الغابه شني كاين فيها، حتى شي واحد ما كيعرف شني كاين، شني كيبقى الامر ديالك بين الله سبحانه وتعالى. الرساله اللي باغي نوصلها الاعلاميين، المهم غادي نسبقوا من الناس ديال شخصيات البلاد، مسؤولين ديال البلاد، هادو هما الاولى اللي كنطلب منهم انهم يشوفوا في هاد الناس هادو. راه انا ما كنطلبش انني مساعده باش شي واحد يشفق عليا، انا ما خصنيش شي حاجه تشفق، انا كنطلب انني غادي نمشي نمثل البلاد ديالي، نمشي نمثل احسن تمثيل في العالم، هادشي اللي كنطلب من الله.
وكنطلب من المسؤولين كاملين يشوفوا فيه. يعني جون هاد السيد انا باغي نمثل البلاد ديالي وما كرهتش. يعني مثلا هاد الرحله، هاد الرحله اش غادي دير لك مثلا 15 مليون؟ 15 مليون راه في دقيقه ما كانت تجمع في لحظه واحده. راه الناس كتمر رحلات كتدي الملاير ماشي 15 مليون ما هي والو. وكنطلب من ناس طنجة و كيفاش غادي نقول لك الشباب المغرب وكاملين اللي كيعرفنا كامل يشجعونا. هادشي اللي كنطلب من الله، يشجعونا كاملين يوقفوا في الجنب ديالي كاملين هاد الناس هادو، يزيدوا يشجعونا يدعمونا على هاد الرحلة هادي ان شاء الله. والاعلاميين ديالنا المغرب كامل وطنجة حتى هما خاصة، اللي بغى يجي مرحبا به، ألف مرحبا، أنا موجود وراهنا الإشارات. أي واحد الإنسان ما عمره يفقد الأمل، عمره يفقد الأمل. يعني الإنسان ديما يفكر في شي حاجة ما جا مزيانة ويتحرك ينوض. أنا اللي بغى شي واحد بغى يعمل الدراجة مرحبا به، عندي على راسي وعيني. أنا كنقولها من هذا المنبر، أي واحد بغى يجي ألف مرحبا، ألف مرحبا على الراس والعين، يجي عندي نطي يتدرب إن شاء الله، ندبرو بيكالا أخرى إن شاء الله ونزيدو إن شاء الله ندبرو. علاش ما ندبروش جوج وثلاثة ونعملو نادي؟ علاش ما كاين حتى مشكل؟ الجمعية الحمد لله أنا عندي جمعيات، جمعية أحفادي بن بطوطة واللي الرئيس ديالها هو أنا دابا الحمد لله، جمعية أحفادي بن بطوطة ومكراتي، عاود المسؤولين يزيدوا يساعدونا ندبرو بيكالات، نزيدو ندبرو. علاش ما ندبروش واحد جوج وثلاثة آخرين ولا كاع أربعة؟ والدراري كاين اللي باغي يعمل هاد الرياضة وما عنده كيفاش يعني بالحق، ولكن إلا جبتي هاد الرياضة هاد بالدراجات وجبتي الدراري وشجعتيهم وزيد وكذا وغادي يبقاو، إذا حنا غادي نحيدوا واحد الموحد اللي غير في وسط الدار. الإنسان كيتعقد مع راسو بوحديتو، عاد ما غادي يبقى في الدار جالس. بالعكس نوض صاحبي، معاق ما كاينش شي حاجة اسمها الإعاقة، إعاقة ما كايناش في الدنيا. كما كنقولوا حنا ديما الاعاقه عندك في عقلك، الا بغيتي انت عقلك غادي يكون معاق صافي، غير هيدا ما كاينش شي حاجه غير هيدا. الاعاقه كاينه في العقل، ديما كنقولها وكنعاودها. وكنتمنى من الله هاد الرساله اللي وصلت ديال المعاقين توصل لهم ويفهموها مزيان، واللي بغى يجي لعندي مرحبا به. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.